مشاهدينا الكرام كما نتابع اسفل الشاشه في شريط أه أن الهام تسجيل حاله تسمم غذائي جماعي لقرابه 700 شخص بولايه البوليده حسب مصادر قناه النهار حاله طوارئ بمستشفيات عاصمه الولايه واولاد عيش وبوفاريك اكيد تفاصيل بعد لحظات مع فريق تلفزيون النهار الذي تنقل الى هناك كما نتابع في شريط الهام اسفل الشاشه